اللي نحكيها ونفتخر بيها، وأمانة يا منسي تسلم على الشهداء اللي معاك. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسي. النهاردة حلقة خاصة جدا، جايين مني القمح نرد الجميل لبطل أثر في مصر كلها، بطل ضحى بعمره من أجل الوطن. جايين نزور أسرته، زوجته وأبنائه، علشان نقول لهم إن البطل أحمد منسي الشهيد الأسطوري هيفضل عايش جوانا. صحيح برنامجنا رياضي وبنزور نجوم الرياضة في كل الأندية، لكن في قناة الأهلي عندنا رسالة. رسالتنا النهاردة إننا بنقدر الأبطال الكبار بعيداً عن الملعب والكورة. النهاردة حلقة مختلفة لأنها عن رجل مختلف، وحابب أبدأ حواري النهاردة مع زوجة الشهيد الأسطوري الخالد منسي. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب كابتن وسام، بجد شرفتنا ونورتنا النهاردة. حضرتك اللي منورانا على قناة الأهلي. الله يخليك، ألف شكر ليك. في البداية برضو عايزين نتعرف على الشباب الجميل، نبتدي من هنا من الأول بقى من الجميلة عالية. ازيك يا عالية؟ الحمد لله. قولي لنا بقى عندك كام سنة؟ 8. 8 سنين ما شاء الله. سنة تالتة. سنة تالتة، شاطرة في المدرسة؟ الحمد لله. برافو عليكي. تحب الأهلي؟ جدا جدا، عشان كده لابسة تيشيرت الأهلي النهاردة. الصغير بقى علي، ازيك يا علي؟ أخبارك إيه؟ قول لي بقى علي عندك كام سنة؟ 7. 7 سنين، وشاطر زي عالية في المدرسة؟ تجيب درجات كويسة؟ برافو عليك. حمزة، ازيك يا حمزة؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. عندك كام سنة يا حمزة؟ 14. ما شاء الله، في سنة كام دلوقتي؟ تاني إعدادي. تاني إعدادي، متفوق في المدرسة؟ الحمد لله. قول لي بقى، وإحنا النهاردة أنتوا لابسين تيشيرتات الأهلي كده، عايزين نبتدي حلقتنا عن الأهلي. الأول حكاية الأسطورة منسي مع الأهلي كانت إيه؟ لا، هو أنا طبعاً يعني عايز أقول لحضرتك إن أنا عرفت أحمد الله يرحمه أهلاوي صميم، يعني أباً عن جد. العيلة كلها، الوالد، إخواته، العيلة كلها أهلاوية الحمد لله يعني. فهو لا، كان أهلاوي صميم ومشجع جيد للأهلي وبيعشق النادي الأهلي. حكاية أهلي وزمالك في بداية التعارف كان ليها قصة يعني. من الحاجات الطريفة، هو الله يرحمه أحمد أصلاً كان بيتمتع بحس الدعابة، أو كان يعني سبحان الله على قد ما هو شخصية قوية وقيادية، في ناس متخيلة أنه كان صارم وقاسي، ولكن لا بالعكس، هو كان دمه خفيف جداً وبيحب فأول مرة في حياته يجي يشوفني. أول مرة في التعارف بالضبط، في نفس المكان اللي احنا عايزين فيه، هنا في نفس الشقة بالضبط. كان سبحان الله هما طبعا يعني بيجي على الساعه 7 8 كده اخر النهار وكده. فطبعا كان في ساعتها في ماتش او مباراه اهلي وزمالك. طبعا يعني زي نظام المجتمع بتاعنا، هو جه وقعد مع والده ووالدته وبابا وماما، وانا العروسه جوه بقى. فسلمت ودخلت، وقعدوا بقى خدوا وده في الكلام لحد لما خلاص بقى يعني جه الوقت اللي لازم العريس بقى يقوم على العروسه، يدخلوا يقعدوا يتكلموا مع بعض، يتعرفوا كده. جلسه تعارف بقى. ساعتها والدي بيقول له يعني قالوا لا. في النص يعني لما الشوط كان كان الشوط الاولاني خلاص يعني فاضل له، قال لا معلش اسف. بضحك طبعا يعني. قال لا بين الشوطين يعني، لدرجه انه مش قادر من كتر ما هو متابع وقاعد ومشدود وبيشجع طبعا الاهلي، فهو مش عايز يخسر وفعلا في قام بقى بعد في النص قام بقى قعدنا. وكان ساعتها انا فاكره جدا من كتر ما بابا لاحظ انه اهلاوي ومتحمس بجد، كان كل ما الاهلي يجيب جون يخش لنا يفرح يسلم ويرجع تاني يعرفه احمد الاهلي جاب جون، يعني كان بيفرح. الحمد لله ان يوميها الاهلي كسب المباراه يعني. فيمكن عشان حتى وقعد يقول لي وشك حلو يعني في اول جلسه، كان يعني اليوم انتهى بسعاده جدا يعني، سعيد من كل الجهات وفرحان طبعا ان الفريق بتاعه كان متابع الكره باستمرار. طبعا يمكن عشان ظروف شغله كان مش بيعرف ينزل في وقت يتفرج زي اي شاب على القهوه او مع اصحابه، كان احيان كتير بيبقى في عمله، لان طبعا كان بيتابع وكان بيهتم
ولو كان موجود كان بينزل طبعا. الاهلي بالذات عنده كان لا لازم يتابع ولازم ياخد باله ولازم حتى لو مش قادر يتابع على المواقع التواصل وكده النتيجه. بس كان حريص انه دايما حريص لو موجود طبعا لو موجود لازم ينزل مع اصدقائه على القهوه ويتابع. حتى كان من ضمن الحاجات اللي دايما وانا افتقدتها بصراحه كان لما يجي نازل عشان هو عارف ان انا ماليش في الكوره قوي زي اي ست بقى يعني ما بنحطش همنا قوي يعني. فكان دايما عشان يحمسني او عشان يعني ادعي وخصوصا ان يمكن السيدات مش بيشجعوا قوي او يعني ما بيهتموش قوي بالحاجات دي. فكان دايما يقول لي من اول اليوم يقول لي النهارده بالليل الاهلي هيلعب مع اي فريق ايا كان الاهلي هيلعب علشان خاطر يحمسني ان انا اشجع يقول لي ادعي بقى من هنا لحد بالليل ان الاهلي يفوز او يكسب. هو عارف ان انا بعشق الشوكليت يعني يعني بحب فهو بيدخل لي عشان يحببني في اني ادعي للاهلي من الشوكولاته يعني. فكان يقول لي الله يرحمه ودي حاجه انا افتقدتها بعد الله يرحمه استشهاده ادعي بقى لحد بالليل عشان الاهلي لو كسب ان شاء الله او فاز هجيب لك شوكولاته كبيره يعني. كان دايما حتى يقول لي يعني مش حاجه بقى صغيره لا حاجه تستاهل اني ادعي حقيقه. والله كان لحد اخر لحظه في حياته بيوفي بوعده يعني. كنت دايما لما يشجع لما الاهلي يفوز كنت دايما الاقيه وفي وسبحان الله يعني يمكن الاهلي بالذات لما بيبقى بيلعب بره انا ما كنتش انت لو قاعد في البيت مش فاتح المباراه او مش متابعها او مش معروضه على القنوات احنا بنبقى عارفين ان الاهلي جاب جون من صوت الناس في القهاوي حوالينا لما الاهلي الصوت والتشجيع والصفافير والضمامير كنت ببقى قاعده في البيت الاهلي بيعمل سعاده عرفت ان عرفت ان الاهلي جاب جون. فلما كان بيفوز كنت ببقى عارفه ان الشوكولاته جايه. فكان دايما بيوفي بوعده. كنت بتشوف الفرحه في عينين الشهيد البطل منسي لما الاهلي كان بيفوز كان بيبقى راجع بصراحه سعيد موده ويس. عارف اللي طاير موده متغير جدا عارف اللي عنده مثلا شحنه في شغل وفي ضغط وفي مصاريف وفي اعباء وفي اولاد واتفرغت كلها مع الفوز بتاع الاهلي بتاع فريقه المفضل اللي هو بيشجعه كان بيبقى جاي متغير وسعيد في المقابل لما ودي نقطة عايزة أركز عليها والله عشان الناس كلها والشباب لما كان لا سمح الله بيحصل خسارة ما كانش بقى مفيش العصبية مفيش بقى مفيش بقى اللي هو التعصب اللي مش مطلوب أو التعصب اللي بيجيب ضرر كان بيبقى طبعا زعلان وكده بس خلاص مجرد ما بيوصل البيت وبيقابل الأولاد وبيضحك معاهم خلاص الدنيا بتروح. طب كان بيلعب كورة ولا كانت مشاغله كتير؟ يعني ممكن يبقى عنده وقت فاضي يمارس فيه يلعب كورة ماتشات مع زمايله؟ والله للأسف الوقت طبعا لا ما كانش كان بس أنا عرفت أنه قبل الزواج طبعا في مرحلة الشباب ومرحلة قبل الكلية طبعا كان بينزل يا حمزة كان أحيانا لما يبقى فاضي كان بيقعد يلعب معايا كورة وكان وبنجيب مسدسات المية ديت ونقعد نلعب مع بعض حلو قوي كان أحيانا ياخدوا تحت في الشارع ويجيبوا الكورة ويقعدوا كده عارف اللي هو بنفرغ لو في طاقه سلبيه او في اي حاجه مأثره نفسيا على الواحد والكوره بالذات يمكن من الرياضات الحلوه طبعا اللي انت اللي هي البسيطه والحلوه انت بمجرد ما بتشوط الكوره وبتلعب مع فريق او مع 3 4 بتلاقي نفسك مودك اتغير يعني. قول لي بقى حمزه كده وانت بتحب الاهلي وكان الشهيد البطل المنسي هو كان بيلعب معاك وبيعلمك كوره زمان دلوقتي وانت اهلاوي كبير ولابس تيشيرت الاهلي بقى مين من لعيبه الاهلي اللي انت بتحبه تحب تتفرج عليه؟ الشناوي وقفشة مجدي قفشة كمان نفسك تتصور معهم؟ أكيد إن شاء الله هيكون ليكوا زيارة عندنا في النادي الأهلي وهتصور مع كل اللعيبة لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله. وإحنا بنتكلم دلوقتي بمناسبة النادي الأهلي ده درع تكريم من الكابتن محمود الخطيب لحضرتك وللأسرة كلها وده كان تكريم مهم جدا لاسره شهيد منسي في النادي الاهلي. شفتي التكريم ده ازاي من النادي الاهلي؟ طبعا كان الكلام ده من حوالي اكتر من كام سنه وكان يمكن اياميها احمد يعني لسه ما عداش عليه كتير والحمد لله يعني لقينا الاتصالات جايه من النادي الاهلي تحديدا وبيدعونا وكان هيبقى من الكابتن محمود الخطيب شخصيا طبعا هيبقى موجود في الحفله وهو عامل حفله لتكريم اهالي الشهداء وطلب اسر شهداء كان من ضمنهم طبعا احنا واسر الشهيد شبراوي وكذا اسره كانت حفله جميله جدا بصراحه راقيه جدا وكان معانا ناس من ضمن يعني ما شاء الله كان من ضمن الشهداء
73 يعني هو بقى. حتى احنا شوف بقى من ايام ايه ما نسيناش شهدائنا ابدا ولا السابقين ولا الحاليين ولا ولا طول العمر فكان معانا ناس من اللي موجودين من هنا ومن هنا هو مجمع نسبه كبيره او معظم اهالي الشهداء ده كان يعني انا محتفظه طبعا لانه الدرع شكله جميل جدا اصلا يعني ده ابسط حاجه تتقدم من اسره عظيمه زي حاجه كويسه جدا بصراحه يعني. بتحسسنا بجد ان احنا الحمد لله يعني الناس كلها بتقول لنا احنا معاكم يعني منسي اسم دايما هيفضل عايش في قلوب الناس كلها الله يخليك عمره ما هيتنسي عليا قولي لي بقى انا عرفت انك بتلعبي كره في المدرسه قولي لي احكي لي انت بتتكسفي قولي لي بقى انا كنت ماما كانت ساعات بتتاخر عني في المدرسه ايوه كانت بتسيبني مع كابتن تامر أيوة. هو كان بيدرب الاولاد في المدرسه كوره فايه هو انا كنت ساعات لما بكون انا قاعده مع اخويا فبكون زهقانه شويه أيوة. فبقوم اقعد العب كوره وكده وبتلعبي كوره احسن من الولاد كمان انا عرفت انا عرفت انك لعيبه جامده قوي بتجيب جوان كمان صح قولي لي بقى يعني ما شاء الله الجمال عليا وعلي وحمزه مين اللي سماهم حضرتك ولا لا احمد طبعا شهيد منسي هو اللي حريص ان يسميهم لا احمد وده انا ذكرته يمكن في الندوه التثقيفيه امام سياده الرئيس الله يرحمه كان يمكن اول من واحنا مخطوبين كان قال لي ان هو قال لي انا نذرت نذر لربنا وهو في ثانويه عامه ان هو اول طفل لو جاله يعني ذكر هيسميه حمزه وتحديدا كان طبعا مختار الاسم ده على اسم سيدنا حمزه بن عبد المطلب عم الرسول وكان طبعا وعليه الصلاه والسلام وكان هو الاسم ده بالذات لانه لما عرف عن بطولات سيدنا حمزه من القوه والشجاعه والبطولات في الحرب اثناء الحرب بالتحديد فمن كتر تعلقه طبعا هو طبعا كان بيقرا كتير في سيره الصحابه وكده ولكن الصحابه بالذات اللي معروف عنهم الشجاعة في الحرب طبعا سيدنا حمزة علشان كده حمزة تسمى على اسم سيدنا حمزة كان نادر نادر فلما عرفنا ان ولد طبعا في الشهور الاولى طبعا الحمد لله يعني سمى حمزة برضو علي كان قايل ان هو عايز يعني كان بيختار الاسامي زي ما قلت حضرتك اللي هي بتاعة اللي فيه الصحابة اللي فيهم قوة وشجاعة واقدام فبرضه اصر انه يسمي علي ساب لك عليا ولا برضه لا يعني هو كان بقى انا عرفت ان كان في اتفاق مفروض حضرتك هتسمي كنا متوعدين ان انا هسمي الولاد وانت بقى لو في بنات سميهم براحتك طبعا كنت فرحانه بقى عماله اختار اسامي صدمني ان هو برضه اللي اصر يسمي البنت فسماها عليا هي معتزه جدا باسمها على فكره بتحبه جدا ما شاء الله اسمها جميل وهي جميله كمان انا عرفت ان حمزه ما شاء الله في مدرسه في اسكندريه حمزه نفسك تطلع ايه بقى لما تكبر ضابط جيش حربيه بتحب والدك يعني عشان كان ضابط حربيه فنفسك تطلع زيه ان شاء الله حمزه بيدرس في اسكندريه انا عايزه اقول لحضرتك هو كان معايا مقيم في اسماعيليه وبعدين جات له منحه من سياده اللي هو اسماعيل عبد الغفار يكمل دراسته في المدرسه الدوليه التابعه للاكاديميه البحريه فنقلته مع اختي مقيم مع اختي الكبيره وبيدرس هناك المدرسة نظامها انترناشونال يعني مش ناشونال فهو قبل ما يقبل المنحة يعني برغم انه كان من سنتين يمكن لسه خمسة او ستة ابتدائي قبل ما يوافق على المنحة اصر الاول يتأكد هل الكلية الحربية بتاخد تنسيق المدارس الانترناشونال الدولية ولا لا علشان ما يجيش يدرس ويكمل دراسته سنين وبعد كده يتفاجئ ان الكليه الحربيه انا ليا اخويا ضابط بالقوات المسلحه داخل الكليه الحربيه فسالناه وتاكدنا تماما علشان ما يجازفش ويجي في الاخر حلمه الاساسي يضيع لا ان شاء الله الحمد لله يعني يا رب الحمد لله ان شاء الله قولي لي بقى عليا بتحبي ايه لما هواياتك ايه غير الكوره عرفت انك لعيبه جامده قوي في المدرسه بتحبي ايه تاني الرسم ترسمي حلو؟ طيب عايزينك لما تيجي ان شاء الله لما برسم رسمه حلوه قوي بروح افرجها لماما وبتديكي حاجه حلوه عليها؟ هي اصلا يعني لما ببقى زعلانه منها في حاجه وعايزه تصالحني ما بتعرفش تيجي تكلمني كده الاقيها جابت قصه ورقه ورسمت فيها رسمه وبحبك يا ماما وقلب وما تزعليش مني يا ماما وقامت جايه مطبقه وحاطه لي وهي زعلانه مني تقوم داخله الاوضه حاطه لي جنبي وماشيه وهي وتسيبها لي افتحها بقى الاقي الكلام ده ما اقدرش بقى اقوم مصالحاها علي قول لي بقى تحب الماتشات؟ تحب الكوره؟ برافو عليك مش قوي بس اهلاوي طبعا صح تبقى سعيد لما الاهلي بيكسب برافو عليك يا علي
عايز ارجع للبطل منسي في بداياته يعني، وعلي ما شاء الله يعني عندها هوايه الرسم والفنون الجميله. انا عارف برضو ان البطل منسي وهو في الكليه الحربيه كان برضو هواياته الفنون الجميله، وكان ممكن طبعاً يدخل كليه الفنون الجميله. هو كان فعلا دخل كليه الفنون التطبيقيه شهر تقريبا في الاول، لان التنسيق بتاع الكليه الحربيه او الاختبارات اللي بتتعمل على ما بيتم قبولهم بيبقى عدى شهر من الدراسه. فهو كان تنسيقه جابه الكليه الفنون التطبيقيه، وكان دخل ما شاء الله عليه واجتاز الاختبارات، واللي عرفته ان الاختبارات بتبقى صعبه جدا. فهو ما شاء وقعد شهر، فهو ما شاء الله اصلا يعني كان رسام مبدع يعني. كان يرسم كمان حاجات بيبعت يعني بيوجد بيها رسائل يعني كاريكاتير حاجات كده، يعني تحس ان الرسمه انت تشوفها جميله بس هو في رساله كده بتوصل في النص. فما شاء الله كان عنده سكتش كبير كمان عارض فيه او محتفظ برسومه، ما زالت معانا لحد دلوقتي يعني. طب ايه كانت حلوه اللي اثر فيه، اثر في البطل المنسي ان هو يحب الكليه الحربيه؟ لا ده من زمان يمكن. انا اللي عرفته هو لسه صغير. اللي اتحكى لي يمكن من قد علي او كده، كان طول عمره يحب اي فلوس يعني. والدته الله يرحمها كانت هي تقولي اي فلوس يجيبها ياخدها عيديات مصروف يقعد يجمعه، لازم يجيب الطبنجات ويقعد يضرب بيها، وجدا يعني دماغه كلها في الحته دي. بعد كده لما كبر شويه ليه خاله الله يرحمه برضو، خاله الكبير كان لواء كبير في القوات المسلحة. يمكن عرفت انه ايام حرب اليمن سافر وقعد فترة اخباره اتقطع يعني، حصل حاجات كده ورجع الحمد لله. وقت انه اتأثر في حرب اليمن. حاجات كده ورجع الحمد لله بالسلامة وكان ما شاء الله عليه. فكان مؤثر جدا في احمد، وكان احمد بيحبه جدا ويمكن دخل الكليه الحربيه حبا في خاله. النشأة بتاعت البيت كلها نشأة كانت عسكريه عشان كده. عسكريه، وقبل العسكريه وطنيه. انا مش لازم اكون عسكري عشان اكون بحب بلدي، ولكن في الاساس الاب دكتور صابر الله يرحمه كان وطني جدا جدا لابعد الحدود بصراحه، فهم كلهم طلعوا وطنيين. كان مثله الاعلى واحد من رموز الصاعقه كبار جدا في مصر، ابراهيم الرفاعي طبعا كان واحد من الرموز في حرب اكتوبر. كان دايما متاثر بالرمز الكبير، رمز من رموز الصاعقه ابراهيم الرفاعي طبعا، لان ابراهيم الرفاعي رحمه الله عليه، الشهيد ابراهيم الرفاعي كان استشهد في 73 كان له روايات وقصص بقى بجد يشيب لهولها الولدان فعلا. حاجات بقى اللي هي يمكن نقراها احنا دلوقتي ما نصدقش ان ده في ناس كانت بتعمل البطولات دي. فكان متأثر جدا بالبطولات، كان بيقرأها وكان بيعمل سيرش وكده، وكان بيقرأ كتير عن الشهيد، ولدرجة انه كان التأثر بقى وصل انه كان عامل له صورة عندي في البيت اول ما تزوجنا، ومبروزها طبعها وبروزها، وكان حاططها عندي في الانتريه يعني على ترابيزة طقطقة كده حاططها كده. يعني انا عايز اقول لحضرتك المعروف انك لما بتحط صوره بتحط لوالدك لوالدتك ليك حد انت شفته كمان، حد حياتك انت عايشت معاه. لا لا لا، وكانت الصوره دي انا ما ينفعش احركها يعني انضفها واحطها في مكان، ما ينفعش اجي ناحيتها، كانت بتحصل بجد زعله كبيره يعني. كان عامل تيشيرت برضو مكتوب عليه ابراهيم الرفاعي وكده واسطوره الصاعقه، وكان بيحب جدا يرتديه بطبعه. كان بيروح اللي عرفته بقى بعد استشهاده قبر ابراهيم الرفاعي، كان بيكلمه ان انا كنتش اعرف الكلام ده اتحكالي. كان بيروح وبكامل اناقته بافرول عسكري نظيف جدا، وحاطط النياشين بتاعته، مش اللي هو رايح عادي كده، لا ده هو له احترامه حتى وهو متوفي من سنين. كان بيروح يزوره ويقف، واللي عرفته انه كان بيحب يقعد يتكلم، يقف يتكلم معاه. كان شايف انه طبعا ابراهيم الرفاعي حاجه كبيره جدا، فهو كان معتز بيه جدا. لما كان يحصل يمكن حاجه في شغله هو، حاجه عسكريه بالذات او حاجه جوه مضايقاه، في ضغط، في حاجه قلقاه، كان بيروح يقعد يحكي معاه ويشتكي. طبعا عايز اعرف برضو حكايه البطل الخالد الاسطوري الفاز منسي مع فرقه السيل، فرقه اللي كانت قويه جدا في امريكا وكانت حكايات حلوه هناك. وكان عنده تحدي كبير انه ياخد الفرقه دي. طبعا هو كان عنده تحدي فعلا. وهو اصلا احمد الله يرحمه كان من ضمن شخصيته انه بيحب الحاجه اللي فيها ريسك عالي، دايما عنده تحدي مش الحاجه العاديات. ويحب يحس ان هو وصل لها. فرقه السيل دي يمكن كانت اول فرقه سيل مصريه يعني نمبر 1 تتعمل.
يعني فهو بالنسبه له هي المفروض ان هي حاجه امريكيه. كانت مصر لسه بدات تعملها هنا. هي فرقه طبعا خارقه لان هي فيها قدرات كبيره جدا. احنا بنعودك كفرد صاعقه او كضابط صاعقه بالذات لو لا سمح الله حصل حرب انت تبقى مؤهل ان انت تستحمل اعلى ظروف الخطر. فبنرميك بقى في البحر وتطلع لوحدك. بنولع نار وانت تعدي من حاجات صعبه جدا. حكى لك اصعب ايه الحاجات اللي قابلته فرقه السيل دي؟ هو خدها هنا في مصر الاول. وكان من ضمن الصعوبات لان خدها قبل ما نتخطب فاتحكى لي. انما طبعا اللي في امريكا دي بعد الجواز انا كنت معاه. اللي هنا في مصر كان من اكتر الصعوبات اللي عرفت ان هو مر بيها او اتحكيت لي من والده انه كان اسبوع الجحيم ده. طبعا هيل ويك ده اسبوع بيبقى صعب جدا. اسبوع كامل على بعضه ما بيناموش. ممنوع تنام اسبوع كامل 6 ايام ما تنامش دقيقه لدرجه ان بيبقوا قاعدين لهم ناس ورديات بيغيروا لو لقوهم بيناموا يرشوا عليهم ميه او يضربوا نار كده في الجو تفوقهم او كده. فلك ان تتخيل ان انسان يقعد 6 ايام ما ينامش. انا اللي عرفته علميا وطبيا ان بعد اليوم الثالث انت بتبدا تصاب بهلاوس. طب الدنيا فيها يعني صعوبه جدا. فده كان صعب جدا. كان بيعشق التحدي هو. يعني الامور اللي فيها سهوله ما يكونش موجود فيها. من ضمن الصعوبات بقى اللي هي خاصه باحمد مش بالفرقه انه جيم في الفتره الاخيره قبل الامتحانات الاخيره خالص اللي هي خلاص بعدها هيبقى خد الفرقه. جاله الشرخ. جاله شرخ اجهادي وليس تعرض لحاجه. هو اجهادي اللي عرفته انه صعب انه يدوس اصلا على رجله. لا كمان شرخ اجهادي اللي هو اتشرخ من الاجهاد. مش نتيجه ان رجله اتخبطت او وقع عليها حمل من كتر الاجهاد. وكان المفروض ان في امتحان جري. فهو لو اعتذر عنه. فرقه سيل دي بقى فيها حاجه كده برضو ظريفه جدا ان احنا مش بنجبرك على حاجه. انت وقت ما تحس ان انت مش قادر هتروح تضرب جرس كده وتقول انا اسف انا مش قادر اكمل وتفضل بكل احترام اطلع بره. فهو مش قادر مش عارف يعني لا ما ينفعش يوصل المرحله دي. مش احمد نانسي اللي يوصل المرحله دي. فانا اللي عرفته انه كل الدكاتره اجمعت والده دكتور طبعا ما ينفعش يكمل وما ينفعش يجبس رجله لان لو جبسها مش هتخش في الكوتشي اللي هيجري. فقعد يجيب أربطة الضغط دي وقعد يلفها حوالين رجله كويس جدا ولبس الكوتشي واجتاز البطولة أو الامتحان بتاع الجري. كان بيحكي لي بيقول لي إنه أنا كنت كل ما نط وانزل على رجلي من كتر الألم كنت بأعيط. بس الحمد لله اجتاز الامتحان وخد الفرقة. وهو كان دايما بيعشق التحدي. اول لما ربنا رزقكوا بقى بحمزه المولود الاول اول حاجه عملها ايه؟ لا والله كان مبسوط جدا طبعا لانه حقق النادر اللي كان نادره. وانا عايزه اقول لحضرتك ان حمزه وهو عنده 2 شهر او 3 كان عايز يصوره صوره. وهو طبعا هو مش هيصور حمزه صوره عاديه. فربطه بشرب او بشال كده من ظهره. وكان عندنا برواز كبير قوي في الانتريفة عاملين له مسمار قوي يعني. قام نزل البرواز وعلقه على الحيطة وصوره. وهو متعلق. في صورة تانية معايا انا جايباها على فكرة. واحنا في باكستان كان حمزة تقريبا ما كملش سنة مصوره هو شايله من رجله بالمقلوب كده. فهو كان بيحاول يخلي حمزه او هو بيتعامل مع حمزه ده برضه ان هو بطل صاعقه مش طفل. يعني بيزرع في اولاده مش طفل. اجي بقى انا اتحاسب عليه وصاعقه وهم صغيرين زي اي ام بقى اجري يقول لي مالكيش دعوه انت يعني. حمزه بطل هيستحمل اللي بيتعمل فيه وهو طفل بقى مش فاهم اصلا يعني. والد الشهيد وحضرتك بتقولي كان دكتور وكان ملقب برضه بطبيب الغلبه اثر فيه وكان يعني شخصيته ليها اثر على الشهيد المنسي. طبعا طبعا جدا بصراحه. الله يرحمه. كان قريب اصلا جدا من احمد. ف
فكل شخص الصفات اللي في دكتور صبر الله يرحمه اتنقلت لاحمد كده. عارف سبحان الله، كنت دايما اقول زي عارف السفنجه اللي بتشرب ميه. بالظبط. الوطنيه بقى، حب البلد، حب الناس، الجانب الانساني بقى الرهيب اللي بجد اللي انت بتحس ان انت بتقف قدام الناس دي تحس ان انت لا انت في يعني الناس دي اكيد انت مش زيهم. كل الناس واصدقاء منسي قالوا اسم منسي عمر ما هيتنسي. اصدقائه حتى بعد الوفاه اتكلموا عنه كتير، قالوا ان الاسطوره منسي ترك فينا في كل واحد فينا بصمه وعلامه. ابرز الحاجات اللي حكيت لك من اصدقائه بعد وفاه او بعد استشهاد منسي. لا والله عايزه اقول لحضرتك الحكايات كتير، بس يعني مثلا انا العسكري اللي هو جاله بعد الاستشهاد ده يدور عليه ويعيط ويقول ابويا مات، ابويا استشهد. ده عرفت ان هو كان يعني ماديا في ظروف وفي ضائقه، كان عسكري عنده ويمكن جت في المسلسل. وكان ابوه متوفي وهو له اخوات 5 او حاجه بنات، وهو ملزم ان هو يجوزهم وكده. فاحمد لما عرف كان بيجمع فلوس من كل الكتيبه ومن كل اصدقائه والضباط وكده، وراح له فجاه ما كانش قايل له، يعني اتصل لي قال له انا اوصف لي انا في البلد في الصعيد، وراح له ومعاه عربيه فيها اجهزه او حاجه زي كده لاخته. فلا يعني على يعني يمكن مش متذكره، بس لا في حاجات كتير جدا اتحكيت لي بصراحه عن احمد الله يرحمه، لانه هو كان من النوع اللي انا لما احس ان شخص انا مش بقعد مع صديق او زميل ليه على القهوه مجرد صداقه قهوه واول ما نمشي ما نعرفش بعض، لا ده انا طالما قعدت معاه وربطنا عيش وملح وصداقه انا بفضل معاه لو عنده مشكله او عنده ضائقه او عنده حاجه نفسيه، وممكن اساعده وممكن ويفضل معاه يسال عليه سنه واتنين بعدها. يعني انا عرفت شهيد شبراوي كان يعني من زوجته انه كان دايما لما يبقى في اي حاجه في الحياه العاديه حتى عرفت انه لانه طبعا كان اصغر من احمد في السن، فكان يروح كده ياخد رايه وينصحه ويفضل بعدها يساله ويتصل بيه. يعني كل اصدقائه سواء جوه القوات المسلحه او براها يعني كان حريص جدا. كنت بتزعلي منه بقى لما يكون شهر قاعد في الشغل ونازل مثلا 5-6 ايام اجازه ويجي يفاجئك يقول لك انا رايح الصعيد النهارده علشان في فرح عسكري وعزمني، او في تاني يوم فرح واحد صاحبي ولازم اروح له. كان بيجامل الناس كلها، ما رضاش يزعل طبعا حد. طبعا طبعا كان بيجامل، وكان يعني فعلا جزء كبير من وقته ولاقه لاصدقائه، وزي ما تقول هو حاسس ان دي قضيته، ان لما يبقى في حد عنده حاجه سواء مناسبه كويسه سعيده او في ضائقه او حاجه انه يبقى واقف معاه. فدي كانت مهمه جدا عنده ما فيهاش نقاش. يمكن كنت احيانا بتكلم فيها كمان، هم 5 ايام يعني ما بنشوفكش وكده، بس كان دايما بصراحه بيقول لي هو ده اللي بيبقى لينا عند ربنا. يمكن ما فهمتش الكلمه دي بعد ما استشهد، يعني حسيت ان هو ده اللي عنده اللي معاه دلوقتي مش اللي انا كنت بتكلم فيه. كان بيحب ياكل ايه؟ والله هو برضو من ضمن صفات احمد الله يرحمه انه بص، هو احمد كان من النوع اللي حريص قوي 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 على يعني تعليم الدين الاسلامي بيطبقها. هو كان دايما يقول لي ربنا شايفني، فحتى الاكل كان زاهد جدا في اكله جدا. كان دايما الاكل عنده بالنسبه له مش 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 غايه، مش هدف، هو وسيله عشان نعيش. كان دايما يقول لي الكلمه دي، فكان بياخد اللي يخليه يقدر يكمل. من الاكلات اللي كان بيحبها جدا جدا محشي ورق العنب طبعا، ده حاجه مقدسه. السكالوب بني او البوفتيك يعني كان بيعشقه. الحاجات يعني حاجات بسيطه يعني، الفاكهه طبعا كان بياكلها كلها، الخضار، فطاره بقى ساندوتش جبنه، بيضه مسلوقه، كوبايه شاي بلبن، حاجات يعني كان بسيط يعني جدا يعني. قول لي بقى علي، كل الاكل اللي ماما قالته ده اللي كان بيحبه بابا الله يرحمه، انت برضو بتحبه؟ بحب كل الاكل ده. طب قول لي بقى، انت ما قلتليش حمزه قال لي ان هو نفسه يطلع ضابط في الجيش، وانت برضو نفسك تطلع ايه؟ برضو زي حمزه وزي بابا الله يرحمه ان شاء الله تكون حاجه كده جميله. قول لي يا حمزه، انا عرفت ان مصطفى شوبير وانت بتحب الاهلي ولعيبه الاهلي يعني جالك وزارك وانتوا كنتوا مره في اسماعيليه، صح؟ وانتوا قاعدين في اسماعيليه.
جالنا واتصور معايا وقعدنا نلعب كوره سوا وجاب لي كوره وتيشيرت الاهلي وكده. تمام. عرفت دلوقتي ان علي وحمزه عايزين يطلعوا ضباط في الجيش. عاليه بقى نفسك تطلعي ايه؟ عالمه ما شاء الله. بس انت محتاجه بقى تذاكر كتير عشان تجيبي درجات كويسه عشان تكوني حاجه جميله كده ومشهوره وعالمه تخدمي الناس كلها زي بابا ما عمل حاجه خدمت الناس كلها. ان شاء الله. عايز ارجع برضو مع حضرتك ونتكلم عن البطل منسي. كان الفرقه بتاعته او الوحده بتاعته كان هنا في انشاصن صح؟ الشرقيه. في الشرقيه. يعني المكان قريب، مكان العمل قريب، لكن هو اختار الاصعب والصعب. الشهيد رامي حسنين بعد ما استشهد اثر فيه وهو طلب في الوقت ده انه يروح يخدم في سيناء. الحكايه كانت ايه برضه؟ الحكايه كانت انه هو كان يعني اشتغل في سيناء فتره بعد يمكن بعد الثوره او اثناء المجلس العسكري او حاجه زي كده، وقعد حوالي سنتين وبعد كده رجع خلص الفتره بتاعته ورجع الحمد لله على الصاعقه في انشاص. في كتيبه بقى عاديه جوه الصاعقه وكان ماسكها، والمفروض ان هو مفترض طبعا في القوات المسلحه انه طالما عمل او ادى مهمه وانتهى منها ما بيرجعش تاني، خلاص بيرجع من المكان بقى ما بيرجعهوش تاني. وسبحان الله يعني كنت حمدت ربنا بقى ان احنا عدينا الكام سنه بتوع سينا، وكانوا بصراحه السنتين كانوا صعبين جدا جدا، يعني بجد فوق احتمال البشر. لك ان تتخيل ان انت يوميا بتصحى الصبح كده على استشهاد عدد مثلا 5 ضباط قوات مسلحه، 2 مقدم، 3 نقيب، انت من غير اسامي، ما بيكتبوش اسامي في الشريط. لا مش بس قاعده قلقانه، ده انا قاعده قلقانه ومش عارفه اتصل بيه، مش عارفه توصلي، لان كانوا بيقطعوا التليفونات كلها، الشبكات كلها تماما. اثناء لو في مداهمات او حاجه، لان اللي عرفته انه ممكن بتستعمل الشبكات دي في اعمال ارهابيه. فكان ساعه لما بيبقى في مداهمات بيقطعوها. فانا قاعده، لكن انت كنت حتى احكي لصديقاتي اقول لهم انا قاعده للساعه 8 بالليل، انا مش عارفه توصلي، انا مش عارفه اعرف يعني جوزي عايش من ضمن اللي عايش ولا ميت، بس اقول يعني بس اعرف الخبر بس وارتاح. 8 بالليل بقى اول ما الشبكه تيجي، كان اول حاجه الله يرحمه يعملها التليفون يجي اقول اتشاهد، اقول الحمد لله. سنتين كاملين احنا عايشين كده. رجع هنا انشاص. قعد انا فترة. بس قبل ما يرجع في الفتره الصعبه دي كان بيقول لك النهارده انت عايز كنت بتربي الاولاد، كان بيحطك في المشاكل اللي كان بيشوفها والصعوبات اللي بيقولها، ولا برضو لا مش خالص عايز خالص خالص خالص؟ ده بالعكس، انا كنت كل ما اقرا اخبار ان في لسه خطر او لسه في ارهاب او كمين لا سمح الله حصل طلعوا عليه مثلا وحصل المواجهه او كده لا، كان يقولي لا اطمني المكان بتاعنا اللي هناك مؤمن، الكتيبه حواليها، يعني كان بالعكس مفهمني ان هو بعيد تماما عن كل ده، وانا كنت بصدق. يعني هو بيقول لك يعني الدنيا بسيطه لكن على ارض الواقع الدنيا طبعا كانت صعبه جدا. اكتشفت بقى كمان بعد استشهاده لا ان هي صعبه فوق الوصف. يعني لما جه هنا قعد فتره حوالي سنه او سنه ونص في انشاص، بقى زي موظف بقى، يعني بيروحوا بيه كل يوم او كل يومين، الدنيا امان. انا فاكره في الفتره دي انه نفسيا كان متدمر، يعني كان يقول لي انا مش واخد على قعده المكاتب. هو دايما بيعشق التحدي، مش بتاعه والصعب. في مكتب وتكييف ومتضايق. وفي نفس الوقت هو الله يرحمه الشهيد رامي حسنين كان لسه واخد الكتيبه قدامه فتره على ما يكمل برضو فيها ويسيبها. فهو كان في فتره كده يعني هو بيتدرجوا في الوظائف في القوات المسلحه، فهو ما خدش يعني خلاص هو خد قائد كتيبه في انشاص، فمش هينفع يبقى قائد كتيبه هناك. فعلى ما الشهيد رامي حسين يخلص مش هينفع، هو خلاص يعني راحت عليه من الاخر. فهو ده كان مضايقه جدا انه حتى الفرصه ان انا ارجع سينا بتقل مش بتزيد مع الوقت. عمره طبعا ما تمنى الشر لحد، ولكن كان نفسه، هو مش عارف هتيجي ازاي. سبحان الله صحينا في يوم على خبر استشهاد الله يرحمه العقيد رامي حسنين. كان بالنسبه له قدوه، كان بجد كان مرتبط بيه وبيعشقه وبيحبه وتأثر بيه بعد الاستشهاد، بالرغم ان بينهم اكتر سنه او حاجه، ولكن كان يعني بالنسبه له طبعا تأثر وعيط كتب هو
على صفحته وقتها الله يرحمه وكان بينعي. انا صحيت على الرساله دي قريتها وحصل خناقه كبيره جدا يعني في الكلمه بتاعت الى لقاء شئنا ام ابينا قريب يعني سبحان الله. فاتخانقت يعني ليه الكلام ده وكده، سيبيها على الله سيبيها على الله. بس هو في الفتره دي قعد اسبوع كده كامل انا كل ما اشوفه الاقيه معيط على 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 رام. على رام. بعد كده هو اللي عرفته بقى بعدها ان هو طلب على طول مباشره وكانه هو حس ان الفرصه جت انه ياخد مكان الشهيد رامي حسنين، وما كانش عايز يقول لي وما كانش عايز يقول لي انه طبعا على طول اتوافق له انه اتوافق له خلاص يعني بيلم حاجته رايح. فجيتي يعني بالخبر ازاي لما بعدها بفتره قعد هو متغير وبيجهز في حاجه وانا حاسه انه بيخرج كتير بيجي ساكت متغير مالك في حاجه مضايقاك مفيش مفيش لحد ما في الاخر قال لي انا رايح سينا. بعدها عرفت من زوجات بعض صحابه يعني اللي في العاشر انه هو كان بقاله فتره بتاع 10 ايام كده عمال يقول لهم انا مش عارف اجيب لها الخبر ازاي ان انا تاني هرجع للعذاب ده، العذاب اللي ليا انا مش ليه طبعا. هو بالنسبه له لا هو بالنسبه له ده التحدي ده هدفه ده خلاص هو كده حقق هدفه يعني هو الهدف جه. على فكره احمد كمان كان الله يرحمه بيتمنى دايما انه حياته تنتهي في حرب وبيحارب وبيدافع عن مصر وما كانش عارف دي هتيجي على ارض الواقع ازاي. والكلام ده كان بيتمناه يمكن من 2009 و2010 يمكن حتى من ايام ما تقدم لي وابتدى زميلاتي يعرفوا ان ضابط القوات المسلحه اتقدم. فانا بتكلم طب يا جماعه القوات المسلحه دي لو في حرب بيروحوا على طول يعني. فكان دايما يتقال لي لا ما تلاقيش البلد في حاله سلام واستقرار ومفيش حروب خالص والدنيا زي الفل. ما كانش حد ابدا يتخيل ان احنا نخش في المعمعه دي كلها. كل الناس اتفضلي يعني من قبلها وهو بيتمنى وبيدعي ان هو عايز يموت في حرب. فسبحان الله بص يعني مفيش حد في الدنيا في حياتي انا شخصيا شفته تمنى نهايته وكتبها ورسمها وحكى عنها للناس وحصلت له بالظبط وربنا اداها له زي ما تمنى بالظبط غير احمد. كل الناس الى زوال لكن الشهداء هيفضلوا دايما في الذاكره. ونعم بالله. يوم الاستشهاد بقى ايه اللي حصل؟ ايه اللي ضرب بينكم؟ اخر مكالمه جمعتكم مع بعض؟ هو دي كانت اخر اجازه لي وكانت المفروض بيروح اسبوعين ويرجع فكان قرب خلاص يخلص الاسبوعين ودي كانت بعد العيد مباشره بعد العيد الصغير يعني هو قضى رمضان اخر 5 ايام بس في رمضان وثلاث ايام من العيد الصغير ومشي وكان خلاص قرب خلص الاسبوعين وقرب يرجع. كنا طبعا بنتكلم على الواتس لان ما كانش فيه شبكات لانه المكان اللي كان فيه اصلا ما فيهوش شبكات فكان واي فاي فقط فكان بنتكلم على الواتس. فكان على طول باستمرار بيسال يوميا وبيطمن وكان قبلها بيومين بالظبط بنتكلم على انه هو عيد ميلاد علي يوم الجمعة وبتجهزوه اليوم اللي هو الله يرحمه استشهد فيه قبلها بيومين بالظبط وان طبعا احنا مش هينفع نعمل اي حاجة من غير ما انت تيجي. فهو كان المفروض مقدر لي انه يرجع يوم الاثنين اللي بعد الجمعة على طول فاحنا هننتظرك بقى لحد يوم الاثنين هنأجل عيد الميلاد كام يوم ونستناك ونعمل عيد ميلاد بقى مع الوالدة تحت ومع اخواته وكده فكنا بنجهزه ومفيش اي حاجة فوجئت قبلها بيوم بس بالليل بيقول لي انه هيرجع يوم الاثنين بالليل ودي حاجه كده قلقتني قلت له لا بلاش بالليل خلينا النهار ليه عينين وما تسوقش بالليل. فكان دايما يقول لي سيبيها على الله اي حاجه يقول لي سيبيها على الله سيبيها على الله سبحان الله. قبلها بيوم كنت يعني بقدم في وظيفه وكان بقالي فتره طويله عشان الاولاد ورا بعض ما كنتش عارفه اقدم في وظيفه وانزل اشتغل انا كمان فكنت بقدم في وظيفه كده في مدرسه
يوم الخميس، وكنت رحت اتقابلت في الانترفيو، قدمت وعملت الانترفيو اتقابلت ورجع مبسوطه جدا، وبكتب له على الواتس وبفرحه، فكان فرحان وبقول له انا اخيرا حاسه ان الدنيا بتضحك لي، او اخيرا حاسه ان الدنيا حلوه. وبيدعي لي وزي الفل. دي كانت اخر رسائل ما بينكم بتاعت يوم الخميس. انا او انا مش مصدقه قد ايه الدنيا حلوه، حاجه زي كده. يمكن كان في حمزه كانت البطوله بتاعته قربت جدا في الجمباز، وكان يعني هو يعني دايما بيبقى حاسس ان انا ابني لو مميز في حاجه انا افضل وراه لو عملت ايه عشان خاطر يوصل لهدف. فحمزه كان مميز في رياضه الجمباز، وكان بيخش بطولات جمهوريه كل سنه وبيحقق ما شاء الله، فكان مطلوب له حاجه كده معينه عشان العقله، فكان بمبلغ، فانا اتصلت قلت له المبلغ مش معايا، فقال لي من اخر الرسائل انزلي في مبلغ انا حاطه في ظرف في العربيه هاتيه، ده بس ده صدقات، خدي اللي انت عايزاه، واول ما ارجع فكريني لان دي صدقات. كان حريص هو دايما على دي حقوق ربنا، دي صدقات، فده يعني فكريني لحسن انسى. ليلتها بقى بالليل خالص بعد ما رحت في النوم على الساعه 1:30 كده، بعت لي رساله على الواتس، اللي هو يعني رساله كده بيناديني، يعني لو انا صاحيه برد، لو نايمه خلاص، لما بصحى الصبح برد عليه. للاسف كنت نمت فما ردتش يعني. فصحيت بقى الصبح الساعه 9، كان يوم جمعه، فانا بلبس الولاد وعند حمزه تمرين، بلبس الولاد كلهم 9 الا تلت كده، وبنلبس وبننزل. لقيته بعت لي الرساله، فكتبت له بقول له ايه ده لواحده ونص معقول صاحي؟ هو كان الله يرحمه طبعا بينام بدري، والساعه 4 بالكتير تلاقيه صاحي يعني. دي بعتها قبل ما قبل موقعه البارس، قبلها يمكن بساعتين او حاجه يعني. كانت خلاص يعني، قلت له ايه ده معقول انت صاحي؟ انت اتعلمت السهر ليه؟ وبضحك يعني ما فيش اي حاجه. وانا ما اعرفش بقى ان هو خلاص اصلا يعني، الله يرحمه وعند ربنا. في ثانيه بعت رساله وقفلت واتشغلت مع الولاد وخدتهم ونزلت ورحت. طبعا لما رحت النادي ودخلت حمزه التمرين بقى، فتحت بقى الموبايل بتاعي، لقيت الخبر نازل. عرفت بقى بعدها بعد ما هديت شويه انه تقريبا ما سابش حد من صحابه في الوقت ده بالتحديد، زي ما تقول هو كان قاعد شويه في اوضته قبل الاستشهاد وفاضي، ما سابش حد ما بعتلهوش رساله في اخر اخبارك ايه عامل ايه. ناس كتير جدا بيقولوا كان بقالنا شهور ما كان بيودع، يعتبر بيودع الناس كلها. لما دخلت عليه بعد الاستشهاد، دخلت عليه التلاجه، كان ليك رساله وكلام، قلت له ايه؟ انا يعني كنت الاول طبعا طلبت اشوفه علشان اطمن عليه انه هو يعني سليم، ما فيهوش لا سمح الله حاجه يعني. وبعدين لازم اودعه. فانا في لحظه الوداع الكلمات اللي قلتها له كانت ايه؟ انا ما كنتش فاكره طبعا، كنت بقول ايه اياميها، ففكروني بعدها زمايله والله اللي ما كانوا موجودين، ان انا بقول له اطمن على مصر يعني. انا يعني سبحان الله هي الكلمه طلعت كده. يمكن لاني كنت عارفه انه احمد الله يرحمه كان همه الكبير مصر، كان شايل همها قوي قوي، وكان خايف عليها، وكان عنده استعداد في كل وقت يضحي، وانا عارفه ده عشانها، فهو خلاص ضحى عشانها خلاص وراح، ما عادش موجود. فيمكن حسيت للحظه ان احمد يمكن كان دايما هو اللي بيطمني لما بيحصل اي حدث، بيقلق وتلاقي كده وسائل التواصل كلها تداولته، فكنت دايما ابص له. الفتره دي كانت فتره صعبه في تاريخ مصر، فكنت دايما ابص له اقول له طمني. كان هو اللي يطمني، يقول لي لا ايه لا اطمني. عشان كده دي كانت الرساله. فلما احمد راح فانا حاسه ان ما عادش في حد يطمني على مصر يعني، خلاص. انا كمان قلقانه على مصر، فكان اطمن على مصر. انا خلاص بقى دلوقتي متاكده ان طالما دمك راح عشانها فلا خلاص، استحاله مصر ربنا هيضيعها، واستحاله هتبقى في خطر. اكيد، ودايما مصر ربنا هيحفظها وتفضل طبعا طول العمر امنه ان شاء الله. حمزه قول لي بقى، مسلسل الاختيار، المسلسل اللي حكى قصه حياه بابا والعالم كله اتفرج عليه، قول لي بقى شعورك كده وانت بتتفرج على البطل، والبطل ده الناس كلها بتتفرج عليه، ده يعني انت بتفتخر وتقول ده ابويا او بابا. هو بصراحه المسلسل كان حلو جدا، ويعني يعني
الممثلين فيه تعبوا قوي فيه وهو يعني عمل اداء كويس، بس المهم ان الناس فهمت اللي فيها وفهمت ازاي الجنود على الحدود يعني ازاي شايف الصعوبات اللي عندهم ازاي عايشين فهو كان هو بصراحه كان جميل جدا، بس يعني كان هو طبعا ما كانش ينفع حياه كامله تتلخص في 30 حلقه. هو يعني كان نفسه انه يبقى فيه يعرض أكتر وأكتر. جوانب اكتر، ولكن طبعا عشان تلم مواقف زي دي في 30 يوم فقط. وخلي بال حضرتك ان كمان كان المسلسل كمان مش 30 حلقه منسي، لا هو نص منسي ونص جانب اللي هو العشماوي. قول لي بقى حمزه، كمان الناس لما كنت تمشي في الشارع وناس يقابلوك بعد ما شافوا المسلسل كانوا بيقولوا لك ايه؟ يعني كانوا بيبقوا فرحانين وعجبهم المسلسل وعجبهم الاحداث اللي حصلت وبالذات ان المسلسل كان احداث الاكشن اللي فيه او الاحداث اللي حصلت كانت حلوه جدا والمداهمات وكده، فكان بيبقى عاجبهم ان هم يعني شايفين حاجه يعني تبع يعني البطل اللي معمول عليه المسلسل، فبيبقوا فرحانين بقى وكده ويتصوروا معايا وكده. يعني عاليه بقى لما رحت المدرسه قالوا لك ايه بقى صحابك وزمالك في المدرسه او المدرسين كمان؟ اول ما دخلت والمدير يعني عرفت انك انت بنت البطل دخلت الفصل منسي قالت لك اول ما هم مشوا يعني كده قعد ايه ده بجد ينفع نتصاحب انا بحبك قوي. احنا بنتكلم عن الأسطورة الشهيد الخالد منسي اللي عمره ما هيتنسي، شايف برضو مع حضرتك يعني صور جميلة، ممكن نكمل حكايتنا الحلوة عن منسي. طبعا في صور محطات حياتنا او محطات حياة احمد مع الاولاد بتجمعنا، صور للأسف مش كتير لان الفترة اللي عاشها معهم مش كتير، ولكن فعلا هي دلوقتي بتعني لينا الكثير جدا يعني. فمثلا دي صورة حمزة، ده حمزة اول ما ده كان عنده كام يوم وقتها؟ لا والله يمكن ما كملش شهر او شهر بالظبط، وكان ده اول عيد مش فاكره، يمكن العيد الصغير او الكبير يمكن مش فاكره، بس كان اول عيد عندي كانت ملابس العيد يعني مجهزها له يقضيه معانا، وكان راجع الصبح من الشغل فحب ياخد الصوره دي. الصوره الثانيه دي انا شايفها لما كان في امريكا، دي صوره السيل. طبعا ده رقمه هناك في الفرقه لان كانوا بيرقموهم طبعا، والرقم لازم يبقى كان واضح ان هو في الفرقه. برضو قبل استشهاده يمكن الاجازه الاخيره اللي انا قلت لحضرتك عليها بتاعه العيد خرجنا فسحنا وفي الاخر خد الصوره دي برضو، دي شايف عاليه وحمزه موجودين هنا في الصوره اخر عيد. حمزه وعاليه الصوره دي برضو كانت اصلا من ضمن الصور العزيزه عليه جدا، لان كان ده صقر لقاه عنده هناك في الكتيبه مره واحده كده لقوه وصغير فحب ياخده، كان اللي عرفته بعدها انه كان بيقدم له الاكل وكان مهتم جدا بيه. صوره العاليه هو كان بيحب بقى دايما عاليه بالذات دي البنوته دي ليها مكانه معزه خاصه عنده، فكان دايما يحب ياخد ليها مشاهد ويحتفظ بيها على موبايله. واللي عرفته بعد استشهاده اللي اتحكى لي انه اخر حد دخل عليه غرفته قبل ما يبدا الضرب مفيش بربع ساعه لقاه قاعد في غرفته صلى الفجر وقاعد، ودخل عليه لقاه فاتح فيديو ليه مع عاليه كان بيحب كده كل ما توحشه وكان بيتفرج عليه الله يرحمه وبيضحك يعني. دي برضه من الصور الجميله. علي بقى كان يمكن ما كملش سنتين دي صوره جميله لعلي برضه بيحب دي اخر صوره بقى، والصوره دي عزيزه عليا انا بصراحه لانه دي الصوره اللي اخر صوره نزلها ليه هو كان منزلها يمكن او صوره اتاخدت ليه، كان بيحب يصور نفسه والصوره اتاخدت ليه من على صفحته، بس دي الصوره اللي انا يوم الاستشهاد الصبح يوم الجمعه فتحت
اول ما روحت النادي لقيتها ونازل عليها الشريطه السوداء ونازل خبر استشهاده يعني. فالصوره دي طبعا في خيالي ما بتروحش من يومها يعني. المنسي عمره ما هيتنسي، وانا فخور بالزياره دي ان انا كنت موجود مع حضراتكم النهارده. جينا النهارده علشان نقول شكرا، شكرا لبطل اثر في الناس كلها، ضحى بعمره من اجل الوطن. جينا النهارده نرد ولو جزء بسيط من الجميل، وجينا النهارده نقول لحضراتكم شكرا لحضرتك والابناء. شكرا يا فندم. ويسعدنا دلوقتي ان احنا نكرم حضراتكم ونهديكم درع برنامج رد الجميل من قناه الاهلي. شكرا جدا لحضرتك. واحنا بنهدي حضراتكم بدرع برنامج رد الجميل، نحنا نغني مع بعض وكل فريق العمل اللي واقف ورا الكاميرات أغنية قالوا ايه. قالوا ايه علينا دولة وقالوا ايه، قالوا ايه علينا دولة وقالوا ايه. منسي بقى اسمه الأسطورة، منسي بقى اسمه الأسطورة، من أسوان للمعمورة وقالوا إيه. فرحتونا كتير مهما عملنا قليل، وهوج اليوم اللي فيه ليكن رد الجميل.